عود معكم للمتابعة. بيبقى مش بس الشغف اللي عنا هو اللي بيشتغل، إنما كمان الفرص يلي منالها بالحياة من كتير أشخاص ممكن تعطينا إياها نعرف نستفيد منها بالشكل الصحيح. يعني أنا بتمنى لك كل صاحب عمل عنده فرصة لأي شخص يعطيه الفرصة، لأنه ضروري هو كمان رح بيكون مستفيد، وخاصة إذا الشخص اللي بوجهه عنده الشغف لأنه يحقق يلي برأسه. نحن وياكم بنوصل لضيوفي بالستوديو، رح نحكي عن Brave Heart Fund يلي كمان رح يشاركوا بالماراثون اللي هو رح يصير next Sunday إن الله راد ب 12 نوفمبر. يعطيكم ألف عافية. أنا بدي حيي جمانة عطلة، هي مؤسسي Brave Heart، أهلا وسهلا فيكي. وكمان ماكسيم شعر رياضي ومغامر لبناني، مغامراتك اسم الله عليها، يعني ما إلها حدود ابدا، وشغفك لهالمغامرات كتير كبير اللي خليك توصل لهون واسمك وصل للعالمية وقدر ترفع علم لبنان بكتير من الاماكن العالية اكتر ما هو دايما مرفوع. كلنا بلبنان مغامرين وكلنا شغوفين بهالبلد الصغير ذو القلب الكبير لبنان. صحيح. ماكسيم وجمانة يعطيكم الف عافية، مشاركتكم رح بتكون حلوة next Sunday بالماراثون. بس اول شيء رح هيك نذكر هيك تذكير سريع ب Brave Heart وقديش عم بيعمل انجازات، قد عم بيساعد، قد في قلوب بحاجه ل Brave Heart عم تاخذ اللي لازم تاخده منه. نحن حقيقه هيدي جمعيه مبادره قام فيها الاهالي من 14 سنه وعلى خطى أو أول عدائين لماراثون بيروت. بأول سنة لماراثون بيروت في عداء ركض وجمع تبرعات من الأصحاب وحطهم، وهيك أسسنا صندوق Brave Heart. فنحن رحلتنا طويلة مع الماراثون، من أقدم جمعيات اللي بتواكب ماراثون بيروت، ونحن كتير فخورين أنه هن عم بيحتفلوا بالسنة الخمستعش هالسنة، لأنه نحن كمان معهم 15 سنة ركضوا الأولاد لأجل غير أطفال. ركضوا ناس من شركات، ركضوا الأهالي لينقذوا حياة طفل. كل سنة عم نقدر ننقذ حوالي خمسة لعشر أطفال كل سنة من خلال مشاركتنا بماراثون بيروت ومشاركة العدائين. أكيد نحن بلاهن ما فينا نعمل شيء. فبريف هارت بتخصص كل التبرعات لتغطية تكاليف عملية قلب اللي رح تنقذ حياة طفل. صحيح. طفل خلق مع تشوه بالقلب اللي هي بتصيب كل من كل 100 ولادة بتصيب ولد. هيدي نسبة كتير يعني كتير كبيرة. ايه. اما هالتشوهات إلى حل، إلى تدخل طبي أو عملية جراحية اللي راح تصلح له هالمشكلة وبيرجع بعيش حياة طبيعية. نسبة نجاح العمليات 98%، هيدي نسبة كتير الحمد كبيرة لله. الحمد لله. بمركز قلب الأطفال بمستشفى الجامعة الأمريكية. ف نقدر نغير كل الـ outcome لحياة ولد إذا بنقدر نسنده بهالعملية اللي حتى ننقذ له حياته. جمانة كيف يتواصلوا معكم؟ يعني إن شاء الله ما حدا بيحتاج، ولكن إذا اضطر الموضوع كيف يتواصلوا معكم؟ أكيد على braveheartfund.org على الويب سايت تبعنا في كيف بيتبرعوا، في كل نشاطاتنا. تختاروا الأسرع والإيجان أكتر اللي عنده حالة. ما بنختار هيدا صندوق، ما بيميز لا دين لا طائفة ولا شيء. أكيد حسب الحالة قدي متقدمة وقدي، بس منجرب ما نختار. طالما في أهالي ورانا عم بيساندونا، هالصندوق متوفر لكل مين عايز بحاجة لمساعدة. إن شاء الله تقدروا تلبوا كل طفل بحاجة لمساعدتكم، يعني مش بس هالعدد اللي هو برافو عدد لا بأس فيه سنويا، يعني عم تقدروا تقوموا بعملية تكلفتها كتير كبيرة على حساب صندوق Brave Heart. يعطيكم ألف عافية. هلأ برجع عليك إيه؟ جمانة، بس بدي أحكي مع ماكسيم. ماكسيم يعني المشي عليك بالسهل يعني ماشية بالنسبة لك، يعني بين الطلوع اللي بتطلع والسهلات هينين، يعني بالنسبة لك 42 كيلومتر فشخة ولا كيف؟ كيف تفكر؟ لا فيه؟ مش فشخة، ما في شيء هين، بس ما في شيء مستحيل. لا. زميلي اللي عمل معي الصحراء ستيف اليوم عنده مسابقة بجنوب الهند بالقرب من جوا، 250 كيلومتر نون سوب بقى. نعم. 42 ساعة منا كتير، بس إذا كان عنايت شوي صغيرة بفكر فيه لإله. طيب ماكسيم في أسألك سؤال شخصي ولا ما؟ إذا فيك ما تجاوب، فيك تقول لي لا ما بحب جاوب. أكيد أكيد. اسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله عليك اسم الله عليك. قد عمرك؟ فوق ال 55. فوق ال 55.
اسم الله عليك. الله يسلمك. يعني بتركض وقت كنت تركض بالثلاثين والأربعين مثل هلأ إذا كنت عم دايما عم تمارس البراكتس يعني الركض نفس الشيء بس هلأ بحس بالإصابات اللي معقول تجي علي بسهولة أكتر. نعم. عندي إصابة صغيرة جسم الإنسان بركي ما في لحق بس بالنسبة للمغامرات سعي أنه ما عدت أنا قادر أعمل اللي كنت أعمله لما كان عمري 25 سنة بس بعتقد الخبرة وإذا فيني أقول الحكمة يلي اختبرتها بكل هالسنين بويزو وأكتر الفرق بالجسد. صحيح بس ماكسيم يعني الرياضة قديش بتخلي الواحد شكله شاب يعني الرياضة قديه مهمة قديه وخاصة علاقة مباشرة بالقلب يعني كمان. ايه بس انا برأيي انه الشكل هو جزء بسيط جدا من يلي من اللي بتعمله الرياضة من منافع الرياضة هو بالذهن الرياضة. صحيح. رائعة جدا واكتر من هيك انا بعتقد الرياضة شغلة رائعة جدا والبيروت ماراثون يلي صار له هون 15 سنة عم بيعمل شغل رائع جدا للرياضة لشبابنا لانه الرياضة كمان بتخلي الكل يعرفوا انه في سقف فوق الجميع يعني الكل بده يركض 42 ما حدا فيه يركض اقل او اكثر. صحيح. يعني ينعرف انه الرياضه بتجمع بتبعدهم عن الاشياء العاطله اللي اوقات بيوقعوا فيها. نعم. بس اكثر من هيك بتجبر الجميع يكونوا عارفين انه في قانون وكلنا بدنا نلتزم فيه بتهذب الروح بتهذب بتعطي النظام الداخلي لكل شخص. كل سنه بتشارك انت ودائما عندك نشاطات من هالنوع هيدا لانك تركض كرمال هدف. مزبوط انا ما شغلتي الركض انا مش مني عداء. صحيح. ولكن من 6 سنين صحيح انا كمان من 15 سنه على البورد تبع الماراثون. نعم. ومن 6 سنين دخلنا شيئين جديد على الماراثون واحده running for a cause running for charity. نعم. والثانيه قصة الماراثون ريلي تنشجع الاشخاص يجوا يركضوا 10 كيلو اول سنه بس ثاني سنه يتشجعوا يركضوا الماراثون بقى انا دمجت اثنين سوا وخلقت شيء يسمى ambassadors running for a cause. نعم. يعني بمرن السفراء يركضوا يركضوا معي هلا يلي حابب يركض كل المسافه اهلا وسهلا وفي اثنين منهم رح يحاولوا في اثنين اخرين او ثلاثه اخرين بدهم يعملوا 21 كيلو نص المسافه بس اغلبيتهم بيركضوا يا 5 يا 10 يا 7.2 هو الريلي هو 6 اشخاص منهم بيركضوا 5 كيلو منهم بيركضوا 10 كيلو ومنهم بيركضوا 7.2 لمجموعة 42 عليا الفرجية اللي هو امباسادرز Ambassadors running for a cause. For a cause. من خليها شوية مشان نشوف الكاميرا. يعني هلا أنت عم تمرن. طب كيف يعني عم تمرن سفرة يعني؟ يعني اليوم الصبح ركبنا سوا. نعم. إجا هيوغو من بريطانيا وإجا البريطاني طبعاً وإجا مارتن الألماني وإجا ثيودور اليوناني وإجا ويتشيك البولوني. وفي مثلاً غلين الأسترالي يحوي بملبورن وركض هنيك وبعث لنا صورة. فصرنا مثل فريق كلنا سوا لحتى نسلط الضوء على Brave Heart. اوكي وتنجرب نحاول كمان نجيب فاندز لبريف هارت وتا نفرجي هالبلد الحلو بهالنهار الرائع جدا انا بعتبر انه نهار البيروت ماراثون هو عرس لكل لبنان لانه هو النهار بركي الوحيد يلي الكل من جميع انحاء لبنان بينزلوا على شوارع بيروت وبيركضوا تحت شعار واحد. صحيح. لبنان بتعرفوا شغله قد ايه مهم دائما بحكي عن على الايجابيه قد ايه مهم الانسان يستعمل الرياضة ليوصل للإيجابية يعني بيكون فيها نضارة من الداخل ومن الخارج يعني هذا مثل قدامنا ماكسيم يعني ما فيها قد ما نحكي بتعرفوا أنتوا كل أخباره وين ما كان جمانة يعني نحن دائما بنعرف بريف هارت قد ايه بتشتغل سنويا بنشاطات كتيرة واختارت كمان سنويا بتختار الركض وبتختار الماراثون لأنه كمان يكون في عنا المبلغ يصيب أشخاص بحاجة له السنة قديه متوقع أنه تقدروا توصلوا نحن اشتغلتوا إن شاء الله نقدر نعمل 10 عمليات هالسنة. نعم. يعني هيدا التأمل من خلال هيدا النشاط لحد هلأ جينا السبونسورز على التيشيرت وعنا العدائين نحن بتصور نحن أكبر فريق NGO هالسنة بالماراثون كمان. نعم. فبرجع بشكر كل الناس اللي مواكبينا ووقفوا معنا وبتلاقي انه الاولاد نحن كثير بنحب نشجع الاولاد على الركض لانه عم بتنمي جيل جديد. نعم. على الرياضه. صحيح. وعلى العطاء لانه هن بعدين هن اللي رح يحملوا مجتمعنا ويساعدوا ويعطوا ويشتغلوا فبتلاقي الولد كثير بحب يساعد ولد ثاني. نعم. وخلال رياضه مهمه واهم حدث رياضي بلبنان فنحن بتعرف انه نحن عنا منجرب نتكفل ب 300 ل 350 عمليه سنويا. نعم. فنشاط الماراثون بشكل
نسبة صغيرة بس نسبة مهمة من النشاطات اللي منقوم فيها كل السنة لا لم التبرعات. العبء عم نحكي هو العمليات فقط بالماراثون، ولكن في عندكم أنتو نعم غير نعم تبرعات بتروح لا غير عمليات، يعني أنتو العدد اللي بتهتموا فيه أكبر من هيك بكتير، هيدا اللي بدنا نوضحه كمان. كل يوم بالسنة نعم في عملية عم بيشارك فيها صندوق بريف هارت نعم إلى جانب وزارة الصحة إلى جانب الضمان، بس بيبقى اللي هو فرق المريض اللي العبء اللي بيرجع للعائلة اللي ما عم تقدر العائلة تتولى فيه كليا نعم هون بفوت صندوق بريف هارت. فنحن ممكن نساعد من $1,000 ل$30,000 حسب شو الحاجة الولد. نعم ماكسيم قديه محمس للمشاركة وقديه بتفتش انت على هالأمور لتكون موجود فيها، لأنه الفرحة بتعود لألك يعني بتنعكس من داخلك يعني أكثر من يعني أنا دايما بقول الركض شغلة رائعة جدا، بس لما واحد يركض من أجل قضية وبالأخص قضية مثل Brave Heart it's double the fun more than double the fun. يعني مثل ما قالت جمانة ومنيح اللي وضحتها أنه كل يوم Brave Heart بتساهم لا عملية واحدة بطريقة أو أخرى، بس نهار الماراثون بتساهم لعشرة. شو حلو. أما كل يوم بتساهم لعشرة. نعم. إن شاء الله. ماكسيم أي أصعب مغامرة عملتها؟ بركي المحيط الهندي. المحيط الهندي. قد إيه أخذت معك وقت؟ 57 نهار 17 ساعة و42 دقيقة. هالقد. وشكيت العالم اللبناني. العالم اللبناني كان معنا كل الطريق وفعلا كانت صعبة، بس وبعدنا لهلا لما فكر فيها بقول كيف معقولكم فكرت فيها، لانه فعلا كانت شغله يعني اكثر بكثير من ما كنت بتصور. نعم. بس تحضرنا كثير وانا وزملائي اثنين من دنمارك ومن انجلترا قدرنا حققنا الهدف وكان وقتها وورلد ريكورد. اسمك عملته من شغلك بالحياه ولا من هالمغامرات اللي بتعملها؟ اسمي ليش اسمي لا المغامرات مش عملت بالحياه غير هيك. أنا قررت، أنا درست الاقتصاد بس قررت يوما ما أنه قمتي ما بتنوجد بالاقتصاد. نعم. بقى كان عندي بركة الجرأة أو السطلني فينا نقول أنه أنا أترك عالم الاقتصاد كليا أدركته كليا وروح أرجع أنا حبيت بس أقول اسمين آخرين لأنه بعد في ثلاث سفراء ما سميت أسميهم، أحمد من ألجيريا نعم ويورغن من سويدن نعم وإيمانويل من كندا. طب فينا نعرف مين رح يركض 42 على الأكيد؟ على الأكيد ما حدا ما في شيء أكيد بالدنيا بس جلين ومين كمان بده ويان بس منه سفير هو رقم 2 بالسفارة عفوا مش يان سيباستيان بلا يان بالسفارة البلجيكية بده يعمل بده يحاول يعمل 42. طب الوزن له عليه الواحد إذا كان ضعيف أو ناصح طبعا إذا كان واحد عم بيحمل أقل تقل بكون أسهل عليه الركض خصوصا إذا في شوية تقل. وإذا تقول عم تدرب شو يعني الريزيستانس اللي واحد يعني نهار خميس ونهار أحد نقعد سوا ونتمرن وعم نحاول نركض على سرعة بسيطة جدا هي 6 دقائق لكل كيلومتر. نعم. ونحاول كلنا نركض كفريق طريق واحد. طريقة تنفس تختلف هو القصص اللي متعلموها يعني هدول طبعا إذا واحد بيركض بيعرفهم أوريدي بس لحتى يحضر حاله لأنه كل ما يكون محضر واحد أكثر نعم كل ما بينبسط أكثر بركض مسافة معينة. نعم ماكسيم وين نكست؟ نكست جمعة الماضية هيئتوا اجيني ضوء اخضر رائع جدا من لا. المملكة العربية السعودية نعم والشكر لرئيس الوزراء السابق نعم لارجع اعمل الربع الخالي عبر دراجتي الهوائية بس هالمرة ضمن المملكة العربية السعودية وضمن ساودي فيجن 2030. نحن ناطرين الاخبار الجديدة وناطرين بس توصل وقت الوصول. الله كريم. جمانة كيف فين العالم المشاهدين هلا يقدروا يشاركوا معكم يقدروا يساعدوا خاصة بهذا النشاط اللي جاي يوم الأحد القادم؟ أكيد أول شيء الكل اللي تسجلوا عبر بريف هارت هلأ جمعة الجاي بيوصلهم كل التيشيرتس وغراضهم وقف التسجيل هيدا عرفناه ايه ممكن العدائين اللي مشاركين أو غيرهم يلموا تبرعات لأنه هني بيصير كمان بيروحوا عند العائلة كل واحد بيقول أنا عم بركض من أجل بريف هارت كل كيلومتر عطيني مثلا 1,000 ليرة أو 10,000 ليرة بيتبرع فيهم للعملية no. فالعدائين بيتبرعوا هن كمان بلموا تبرعات وأكيد كل السنة على braveheartfund.org عبر كل نشاطاتنا.
يعني انا بتمنى انه الكل يساهم لهالهدف السامي يلي عم يشتغل عليه بريف هارت، هي مساعده الاطفال اللي خنقوا ما ذنبهم، عندهم تشوه خلقي بالقلب، وانه ضروري 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 انه نقدر نساعد ونساهم بهالعمليات لنرد لهم قلبهم سليم، لانه 98% الى 99% نجاح بهالعمليه هيدي. ماكسيم فيني اقول لك كيف انا فيني اطلب مساعده؟ اكيد انا نهار التنين رح ابعث ميل لكل اصدقائي اطلب منهم انه اذا حابين يتبرعوا بشي طريقه، لو انه 10 دولار او 10000 دولار صحيح يعملوها. واذا في شخص منه موجود على الايميل ليست تبعيتي حابب يتجرع يتبرع لبريف هارت عبر ماكسيم شعيا، يبعث لي ايميل عن الويب سايت maximshaya.com وانا ببعث له هالميل هيدا وبشكره من هلا. نحن بقى نشكرك لألك كمان على هالمبادرة الحلوة، على كل المبادرات اللي قمت فيها اللي لها هدف سامي مثل هالهدف هيدي. جمانة يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. إن شاء الله يخليكم، ربنا يكون معكم دايما وإيدنا بإيدكم بكل نشاط تعملوه، نحن ناطرين كل شيء جديد منكم بريف هارت. شكرا. أنا بس بدي أرجع كمان كرر إنه 100% من كل التبرعات بتروح على العملية، 100% ما بتروح على غير نفقات، هيدا شيء كتير كتير مهم، مشان هيك قدرنا نساعد فوق 3400 ولد لحد هلا. برافو برافو، يعني الله يشفي الجميع والله لا يعوز حدا لهيك عمليات، ولكن يقتضي الامر دائما وقت تكون موجود الحاله لازم المساعده. بريف هارت مشكورين. لكل مشاهدين بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه، خليكم معنا مستمرين للوحده بتوقيت بيروت.